بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. جمع فتنة وهي الابتلاء والاختبار، سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يبتليهم ولا يتركهم من غير ابتلاء، لأنهم لو تركوا من غير ابتلاء لم يتميز المؤمن من المنافق، ولم يتبين الصادق من الكاذب، ولا حصل الالتباس كما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله سبحانه يجري الفتن ليظهر ويعلم الصادق من الكاذب، ولولا ذلك لم يميز بين هذا وهذا والتبس الأمر. ووثق المسلمون بمن يظهر لهم الصدق الإيمان والإسلام وهو على خلافه، ليخجع وليقش لأجل يحذروا ولا يجب به على أسرارهم وعلى أمورهم. ولو لم يكن هناك فتن ما عرفوا، ولا اختلط المؤمن بالمنافق واختلط الصادق بالكاذب وحصل الفساد، ولم يتميز هذا من هذا. فمن حكمته ورحمته أنه يجري هذه الفتن لأجل أن يمايز بين الفريقين. فالله سبحانه وتعالى حكيم في صنعه وفي ما يجريه في هذا الكون. فالله قال لنا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين والكاذبين مع المؤمنين الصادقين، لأن هذا يحصل به ضرر كبير على الدين والدنيا. ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وذلك بالفتن التي يجريها على عباده. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أنتم لا تعلمون ما في القلوب فتثقون بمن أظهر لكم الولاء والصدق والمصادقة والإيمان، لأنكم لا تطلعون على ما في قلبه وهو عدو متربص. فلما كان الناس لا يعلمون ما في القلوب جعل الله هذه الفتن
مظهرة لما في القلوب من الإحن والكذب والنفاق، فإنها إذا جاءت الفتنة تكلم المنافقون وعرفوا وانحازوا إلى الكفار ولم يثبتوا. وأما في وقت الرخاء فهم لا يرغبون ويخدعون ويكذبون ويمارسون أعمالهم الخبيثة. وأما قوله ولكن الله يجتبي أن يختار من رسله من يشاء، هذا استثناء من قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فإن الله يطلع على الغيب من شاء من رسله على شيء من الغيب لأجل المعجزة الدالة على صدقهم ولأجل أن يعالجوا هذا الخلل الذي يحصل في المجتمع وفي الأمم. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالرسل قد يطلعهم الله على شيء من المغيبات لأجل مصلحة الدعوة وإثبات الرسالة. أما غير الأنبياء إنهم لا يطلعون على الغيب ولا يطلعهم الله على الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون. فهذه هي الحكمة في إجراء الفتن على العباد. والفتن لا تكون في وقت دون وقت، بل الفتن في جميع أطوار الخليقة كما قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم. هذه سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى. والفتن متنوعة، تكون الفتن في الدين، تكون الفتن في المال، تكون الفتن في الأولاد، تكون الفتن في المقالات والمذاهب والاختلاف، تكون متنوعة. فالله سبحانه وتعالى يجريها على عباده لنصرة دينه وخذلان أعدائه المتربصين الذين يتربصون بكم، يعني ينتظرون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وما أكثر المنافقين بكل زمان ومكان. والفتن على اختلاف أنواعها وتعددها ترجع إلى نوعها. فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات تكون في الدين وفي العقيدة، وفتن الشهوات تكون في
بالسلوك والأخلاق والملذات والمستهيات للبطون والخروج وغير ذلك من الشهوات، كما قال جل وعلا في سورة التوبة، في سورة التوبة: فاستمتع الذين كفروا بخلاقهم، يعني بشهواتهم، استمتع الذين كفروا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين كفروا بخلاقهم، تشبهتم بهم في نيل الشهوات المحرمة وإن كانت على حساب دينكم وأخلاقكم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، شو الابتلاء والامتحان، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، أي بنصيبهم من هذه الأمور، انطلقوا معها تاركين لدينهم في خروجهم وفي بطونهم وفي رئاساتهم وفي ما يشتهون. استمتع الذين من قبلكم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، تشبه. ثم قال: وخذتم كالذي قالوا. هذه لجنة الشبهات، الخوض في أمور الدين، ظهور المقالات المخالفة، ظهور الفرق المخالفة، هذا من الفتن في الدين، فتن الشبهات، ومنها نشأ ما نشأ من الفرق في الإسلام، فرقة القدرية، فرقة الجهمية، فتنة الشيعة، وفتن كثيرة انحدرت من هذه الفتن وهذه الفرق، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه، أو على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فرقة واحدة ناجية، يسمى الفرقة الناجية لأنها نجت من النار، كلها في النار إلا واحدة نجت من النار، بسبب أنها تمسكت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبتوا على ذلك وصبروا عليه رغم ما يعترضه من الصعوبات والمشقات، إلا أنهم صبروا وثبتوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم ينجموا عن الفرق المجرمة. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار.
الرسول ما ترك شيئا إلا وضحه لنا وبينه لنا، بين ومن ذلك أنه بين موقف المسلم من هذه الفتن أنه يكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويلزم ذلك ويصبر عليه ويكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا فيه النجاة من الفتن، وهذا موقف المسلم من الفتن أنه لا ينخدع ولا ينجرف معها، وإنما يقع على دينه ويصبر عليه، وله قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا سيما الخلفاء الراشدين المهديين. وكذلك من المنجيات من هذه الفتن وموقف المسلم منها أنه يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين الموجودين في عهده، فيكون مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين ويبتعد عن الفرق المخالفة، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة مدركني، ومن ذلك أنه سأله ماذا يصنع، ما تأمرني إن أدركني ذلك، أي وقت الفتن الاختلاف، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ما داموا موجودين، ولو كانوا قلة إذا كانوا على الحق تلزمهم وتكون معهم وتكون تحت إمامهم إمام المسلمين، لأن هذا منجاز من الفتن بإذن الله، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا تنجرف مع المنجرفين باسم الحرية أو باسم الديمقراطية أو باسم العلمانية أو باسم التعددية أو ما أسبابنا، لا ليس هذا عندنا، نحن نتمسك بديننا وننحاز مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا هو النجاة من الفتن عند حدوثها، ولا نغتر بالدعايات ولا نغتر بزخرف القول ولا نصغي إلى الشبهات التي تحاول أن تجتثنا من جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ولا حول ولا قوة إلا بالله، جاءت فتن عظيمة وليس هناك جماعة ولا إمام للمسلمين، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تدخل في الفتن، اعتزل هذه الفرق كلها لأنها ليس لبعضها ميزة على بعض، ليس فيها جماعة وليس فيها إمام، فهي كلها على الضلال تائها، لا تدخل معها، اعتزلها ولو أن تكون وحدك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، فهذا موقف المسلم من الفتن، أولا يأخذ بكتاب الله عز وجل، ثانيا
يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه خلفاؤه وأصحابه. ثالثا يكون مع جماعة المسلمين أينما وجدوا ومع إمام المسلمين. رابعا إذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام فإنه ينجو بنفسه وينحاز عن هذه الفرق كلها حتى يدركه الموت وهو متمسك بدينه وعلى سنة نبيه. إن المنافقين في كل زمان ومكان وهم يعيشون بيننا وربما يكونون من أولادنا ومن جماعتنا إنهم يتربصون للمسلمين الدوائر وينحازون مع العدو دائما. إذا جاءت الفتن انحازوا إلى العدو وتركوا المسلمين كما حصل منهم يوم الأحزاب في غزوة الأحزاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما تغلب العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جاءوا وأحاطوا بالمدينة وهم كثرة كافرة من القبائل. عند ذلك انحاز معهم اليهود ونقضوا العهد الذي أرموه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانضموا إلى صفوف الكفار وهم أهل الكتاب ويعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انحازوا مع أعدائه وصاروا مع الكفار. وقال الله جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا كان موقف المؤمنين وما كان موقف المنافقين؟ ولما رأى وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الرسول وعدنا أنه سينتصر وأنه سيبسط الأمن على الجزيرة ويسير طاقم من كذا وكذا آمنا، والآن يقولون ما نقدر نذهب إلى قضاء حوائجنا من ضوء النوائج. وين وعد الرسول؟ ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. هذا موقف المنافقين. وأما المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما. ورد الله الذين هذه النتيجة. الآن لما حصل الامتحان وامتاز المنافقون عن المؤمنين وانحاز اليهود مع الكفار وهم أهل الكتاب يعرفون أنه رسول الله
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وفي مطلع هذه الآيات يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله على كل شيء قدير. ماذا حصل؟ المسلمون ما قاتلوا كفى الله المؤمنين القتال. أرسل الله ريحا شديدة باردة فكثرت صدورهم وحصبتهم وأنزل ملائكة من السماء تلقي الرعب في قلوبهم فرحلوا خائفين مهزومين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم اليهود الذين أعانوهم وحازوا معهم أنزله الله من حصونهم التي تحصنوا بها وظنوا أنها تمنعهم من الله عز وجل. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها. وهذا في خيبر أرضا لم تطعوها. هذه النتيجة نتيجة الصبر، لكن بعد الامتحان بعد ما زلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر لكنهم ثبتوا ووثقوا بوعد الله سبحانه وتعالى وصبروا. هذه هي النتيجة. إذن تميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب عند هذه المحنة والفتنة وعند غيرها. هذه حكمة الله جل وعلا في إجراء الفتن. واليوم كما تعلمون الكفار أقبلوا على المسلمين بقبضهم وقبيضهم ومختلف مكرهم وأسلحتهم وكيدهم يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين بحجة أن الشعوب مظلومة وأنها مقهورة وأنها تريد حقوقها وبحجة الحرية والمطالبة بالحقوق والديمقراطية وإلى آخره. وانحاز إليه من الكتاب المغرورين والمخدوعين من انحاز وصاروا يتكلمون بألسنتهم ويقولون ما يقولون، ولكن كل هذا لن يضر الإسلام والمسلمين. الآن ينادون بتعدد التعددية الفكرية وبحرية المذاهب وحرية المقالات وإلى آخره. يعني ما ندين؟ ألم ينزل الله علينا كتابا من السماء ويرسل إلينا رسولا ويأمرنا اتباع الكتاب والسنة والالتزام بطاعة ولاة الأمور منا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ينادون بحرية المرأة بكل ما تعنيه الحرية البهيمية عليه بالحرية الطيبة التي تحرر المرأة من الخنوع والخضوع للشهوات ورغبات الكفار وأن تكون مثل الرجل وهي ليست كالرجل وليس ذكر كالأنثى. يريدون أن تكون مثل الرجل، أن تتولى أعمال الرجال، أن تخرج من البيوت التي هي مقر عملها
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. لا يريدون هذا، يريدون أن تكون المرأة المسلمة مثل المرأة الغربية الكافرة، بل وأحق منها، ستكون أحق منها، لأنها إذا كفرت نعمة الله وتركت آداب الإسلام صارت أحق من المرأة الكافرة التي لم تعرف الإسلام ولم تعش تحت ظله فترة طويلة، فتكون أجل منها بكثير. هم يريدون هذا، ويعلمون أنها إذا انجرفت النساء انجرف المجتمع، لقوله صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. لما عرفوا أن النساء بهذه المثابة جندوها ضد أخلاقها وضد دينها وضد مجتمعها، لينالوا مأربهم بها بالمرأة، فركزوا عليها وناصرهم النصارى من المنافقين من أبنائنا ومن من حولنا، ناصروا على ذلك، صاروا ينطقون بآرائهم ويعلنون هذه الآراء التي لا يعرفون مغزاها ولا معناها، وإنما لأنها جاءت من قبل دول متقدمة بزعمها وهي متأخرة في الحقيقة، جاءت أفكار من دول الغرب فيرونها كمالا، وأننا متأخرون، وأننا نحتاج إلى إصلاح، يسمونها الإصلاح وهو الإفساد، إنما نحن مصلحون كما يقول المنافقون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. فهذا موقف هؤلاء من الفتن، ولم نصبر على ذلك إلا أهل الإيمان واليقين والثبات الذين لا يغترون بالدعايات. نحن ولله الحمد لسنا في شك من ديننا، ولسنا في شك من عقيدتنا، فلماذا لا نتمسك بديننا ونصبر عليه؟ لماذا لا نتمسك بعقيدتنا؟ لماذا ننزل من أعلى إلى أسفل؟ هذا يريدون به أن نتخلى عن عزتنا. الله جل وعلا يقول: أنتم الأعلون، بشرط، هو الأعلون مطلقة، بشرط أن إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فبالإيمان يعلو المؤمنون، وبعدم الإيمان ينخذلون ويذلون، ولكن لا بد من الامتحان والابتلاء، فلا نستغرب. وسيأتي فتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلما تأخر الزمان اشتدت الفتن، تنوعت كل فتنة أشد من التي قبلها، فتن يرقق بعضها بعضا، فتن يكون فيها المؤمن القابض على الدين كالقابض على الجمر. عاد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إلى فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء في آخر الزمان. لماذا كانوا غرباء؟ لأن أكثر الناس ضدهم على خلافهم، فهم غرباء، والغريب هو الذي يعيش بين أناس ليسوا من أهله وليسوا من بلده، هذا هو الغريب. فالمؤمن يعيش في آخر الزمان بين أناس ليسوا من أهله وليسوا من موطنه، بأخلاقهم وثقافتهم وأفكارهم ليسوا من بلده، فالمؤمن يصبر على ذلك.
تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مجموعة من الأسئلة تدور حول الموضوع وحول مسائل أخرى في المعاملات وفي العبادات وغيرها، والأسئلة التي لاحظت كثرتها حول ما يسمى بالمظاهرات في الدول العربية والثورات في مصر وفي سوريا، وفي يمصون يعني كثير من الإخوة السائلين على هذه الدول، وهل من قتل فيها من الشهداء، وهل يؤثر يعني تصرف إمام أو ولي أمرهم يؤثر في تسويق الخروج على هؤلاء إن كان وصل إلى الكفر أو دون الكفر أو القتل أو غيرها. أسئلة كثيرة تدور حول هذا المعنى، فنتمنى من شيخنا الإضاءة حول هذا وجزاكم الله. أما المظاهرات قد صدر فيها ولله الحمد بيان من هيئة كبار العلماء في أول ما حدثت، صدر بيان تحريمها وأنها أثر وأنها ليست من دين الإسلام. المسلمون ما كانوا يتظاهرون، ما كانوا يتظاهرون وينادون بهذه النداءات النشاز، هذه فوضى ما تسمى، هذه فوضى يحصل منها التخريب سفك الدماء، ويحصل منها التفرق والاختلاف، ثم ما هي النتيجة؟ انظروا هذه المظاهرات التي في الدول العربية ماذا أنتجت الآن؟ لا يزالون يعانون من ولاياتها ولم يخرجوا منها، والله أعلم ما تصير إليه، والسعيد من وعظ بغيره. نحن والحمد لله على دين، نحن والحمد لله لنا جماعة ولنا إمام، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نحذر من هذه الفتن ونشكر النعمة، وعلينا ببذل النصيحة لإخواننا في البلاد الأخرى أن ننصح لهم ونبين لهم الموقف السليم من هذه الفتن، وأنها ليست من مصلحتهم ولا من مصلحة شعوبهم، وأن عاقبتها مجهولة أو مهولة والعياذ بالله. فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نتمسك بها، وأن ننصح إخواننا الذين يقبلون النصيحة، ومن مات منهم فإنه مات بفتنة عمياء، الله أعلم بحاله ومآله. نعم. أيضا أحسن الله إليكم، أسئلة أخرى حول الأحزاب والولاءات التي تزاحم اجتماع الناس وحدة الكلمة، مثل الجماعات الدعوية الإخوان والتبليغ وغيرها، يسألون كثير من الأسئلة حول هل هذه يعني تتصادم مع اجتماع الكلمة، وهل لها حد وضابط فيها ونحوها. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا وقال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرق كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. هذا هو المنهج السليم، فمن سار على هذا المنهج فإنه على الحق، من خالف هذا المنهج فإنه متوعد بالنار، إما بالكفر وإما بالضلال وإما. ولا ينجو إلا من تمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه
هو ما سار عليه أهل السنة والجماعة من بعدهم. أهل السنة والجماعة من بعدهم ساروا على هذا المنهج والتزموا به ونادوا به، فعلينا أن نلتزم به وهو طريق النجاة، هو طريق النجاة. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله وضح لنا والرسول وضح لنا، ما فاجأتنا هذه الأمور مفاجأة دون أن يبين لنا فيها ربنا ونبينا ماذا نسلك وماذا نفعل عندها. وأخبرنا الرسول أنها ستكون فتن وفتن وفتن، فعلينا أن نلتزم بهذا الطريق نصر عليه. دعاة على أبواب جهنم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أطاعه قذفوه فيها. فلا ننخدع، نحن عندنا طريق واضح وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سلف هذه الأمة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما الأمر ليس خفيا، وإن حاول أن يقمسه أهل الضلال وأهل النفاق هو واضح. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وكتاب الله موجود والحمد لله، والسنة موجودة والحمد لله، فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسنة ونصبر على هذا ولا تلتفت عنه يمنة ولا يسرة ولا نعبأ بنعيق الناعقين من الكفار والمنافقين والجهال الذين يصدقونهم، لا نلتفت إلى هذا. ما عندنا شك فيما نحن عليه أبدا، لكن علينا أن نسأل الله الثبات عليه وأن نتمسك به. ولو أصابنا ما أصابنا فهو في سبيل الله عز وجل. نعم. أسئلة أيضا أخرى حول موضوع الابتعاث ولا سيما الطالبات وموضوع الاختلاط والسفر من غير محرم أو بقائها مع رفقة مأمونة بعد أن يسافر ويخرج ويبقى معها أيام وأسابيع، يقول أتركها مع مجموعة تلامذة. وكذلك أعطى هيئة التدريس في بعض الأماكن أو المسؤولين، يعني موضوع فتنة النساء واختلاط الرجال بالنساء، ما توجيه فضيلتكم حول المستجدات قولها وجزاكم الله خيرا؟ أما النساء فبيوتهن خير لهم، حتى الصلاة في المساجد بيوتهن خير لهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بيوتهن خير لهم، وليخرجن كفلات غير متزينات ولا متجملات. هذا للصلاة، كيف تخرج إلى غير الصلاة؟ والابتعاث ليس من صالح الرجال فضلا عن النساء، فيهما مضار فيه مخاطر وفيه ابتلاء وامتحان. ولكن إذا دعت الضرورة للابتعاث بأن يكون عندهم تخصص نحتاج إليه ولا يوجد عندنا، يبتعث من الرجال، من الرجال الثقات المتمسكين بدينهم بقدر الضرورة ثم يرجعون وهم على خطر أيضا، لكن يذهبون بقدر الضرورة ويتمسكون بدينهم ويذهبون بدينهم ويرجعون بدينهم. أما من يذهب بدين ويرجع بدون دين فهذا مفتون والعياذ بالله. نعم. أيضا هذه أسئلة حول الاستئثار بالأموال وأكل الرشاوة. يقول أن موظف يعني في الضمان وآخر في الزكاة يسألون عن يعني التحايل على الأنظمة
لكي يرسع المشروع، يعني يأخذ مال ويرسع المشروع، غيرها من الأمور التي هي خوف المال العام. كل ما دام المسؤول يأخذ فأنا مثله، أنا آخر. فهذا أيضا من الأشياء التي يكثر الحديث حولها ولها صلة مباشرة بالفتن. جزاكم الله خيرا. لا شك أن من الفتن فتن الأموال، فالمال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالله يبتلي العبد بالمال ولا يسلم من المال إلا من اقتصر على الحلال منه وأنفقه فيما شرع الله سبحانه وتعالى، فيكون مكسبه حلالا وإنفاقه حلالا، لأنه سيسأل عنه يوم القيامة، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن دخوله وخروجه. هو ليس مجرد أنه حصل على المال في هذه الدنيا ولا مسؤولية ولا يسأل عنه يوم القيامة، عليه أن يستحضر هذا وموقفه بين يدي الله عز وجل للحساب، ولا يأخذ من المال العام إلا ما أعطاه ولي الأمر. وأما التحايل والكذب لأخذ المال العام فهذا خيانة وغش، ولا ينفعك إن فلان أخذ وأنت مثله، لا، ولا مسؤول عن نفسه وأنت مسؤول عن نفسه. لا تقتدي به إذا أهلك نفسه وخان، فلا تقتدي به، طهر مكسبك، طهر مالك، والحلال وإن كان قليلا به البركة، والحرام وإن كان كثيرا فهو منزوع البركة وهو عذاب على صاحبه، فلا تغتر بهذا. نعم. أحسن الله عليك. أئمة المساجد كثير من الأسئلة تسأل عن أئمة لا يصلون الفجر والجماعة، وعن أئمة لا يتسلم مجرد أن يدخل فيقيم ثم يخرج بعد السلام مباشرة، ولا يرونه يقيم السنن وهكذا، فما توجيهات فضيلتكم لأئمة المساجد؟ أما قوله لا يقيم السنن في المسجد، فربما يكون يقيمها في بيته، نحن لا نتتبعه في هذا. إن أقام السنن فهو من نصيبه وأجره، وإن تركها فإنه يخسرها. أما الفرائض، لا، الفرائض لا بد أن يحضر ويأمم الناس فيها ويحسن الإمامة ويتقيد بذلك، ولا يتغيب إلا للمرض أو سافر، وينيب إذا مرض أو سافر، ينيب من يقوم مقامه، كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينيب من يقوم مقامه إذا مرض صلى الله عليه وسلم، كما كان ينيب أبا بكر الصديق رضي الله عنه إذا مرض، وكان ينيب عبد الله بن أم مكتوم إذا سافر، فلا يترك الجماعة ويذهب بدون أن ينيب من يقوم مقامه فيهم ويؤدي الواجب فيهم. والواجب على الجهات المسؤولة عن المساجد أن تراقب الأئمة، ومن أخطأ أو تقاصر أو أخل بعمله أن تحاسبه على ذلك. نعم. هذا شاب يسأل عن أفضل طريقة لحفظ الكتاب، لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، يعني كلمة حول تشجيع أبنائنا، تشجيع أنفسنا على حفظ كتاب الله والحرص على حلقات الذكر، فإن الجماعة جميع تحفظ القرآن تبذل جهود في منطقة حائل مشكورة، ولكنها تعاني من تباطؤ الأسر في يعني تشجيع أبنائنا على الالتزام بالحلقات، فكلمة توجيهية حول هذا، جزاكم الله خيرا.
أما الطريقة لحفظ كتاب الله عز وجل، الحمد لله جماعة تحفيظ القرآن وحلق الحفظ في المساجد موجودة، يحضر ويلازم الحضور ويتعلم من المدرسين والمقرئين، هذا ميسور والحمد لله. وأما الحث على إلحاق الأبناء بتحفيظ القرآن فلا شك أنها فرصة عظيمة للآباء، أنهم يحرصون على أولادهم أن يلحقوهم بحلقات التحفيظ، والحمد لله هذا لا يكلفهم شيئا، لأن حلقات التحفيظ منتشرة في غالب المساجد، وأيضا فيها مصلحة لتربية الأولاد وكفهم عن الضياع في الشوارع والذهاب هنا وهناك، وعن الخلطة مع الناس أو مع الشباب السيئين الذين يؤثرون عليهم. ففي هذه الحلقات في المساجد حفظ للشباب من الضياع والتسيب، فهي نعمة عظيمة للمسلمين. نعم. فتنة المال وفتنة البنين، فتنة البنين وخاصة البنات، بعض الآباء يبالغ في إكرام يعني تدليل أبنائه وبناته، والبعض الآخر يقص عليهم ولا يرحمهم، وخاصة المطلقات اللواتي عندهم في البيوت. هذا أما أن بعض الناس يقصوا على بناته وعلى أولاده فما أظن هذا، وإن حصل فهو ناجح، وإلا فالواجب له الله على الرحمة بولده والإشفاق عليه وتربيته، هذا شيء طبعه الله عليه. وأما بقية السؤال، فتنة البنين، البنين فتنة بلا شك، يعني محتاجون إلى تربية ويحتاجون إلى مراقبة ويحتاجون إلى تعهد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة بسبع، اضربوهم عليها بعشر، فرقوا بينهم بالمضاجع. ابن سبع لأنه بلغ سن التمييز، تأمره بالصلاة، ويلزم من هذا أن تعلمه الوضوء، طهارة، أن تعلمه القراءة التي يقرأها في صلاته، أن تعلمه الدعاء والأذكار التي في الصلاة، هذا من لازم أمره بالصلاة والصغر. وإذا قارب البلوغ يفرق بينهم المضاجع، لأن تجد الفتنة بينهم فيجعل كل واحد يرقد على فراش مستقل حتى لا يحصل شيء من الفتنة. الوالدان يخلفان للأولاد، ولهذا يقول الله جل وعلا للولد: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني، مقابل تربيتهم له يدعو لهم بالرحمة من الله عز وجل، فدل على أن التربية مطلوبة. وأما التعميم والقسوة، إذا كانت القسوة في حدود تعليم طفل أو بنت، في حدود تعليمه، الرسول قال اضربوهم عليها لعشر، إذا كانت في حدود هذا شيء مطلوب. أما إذا كانت قسوة شديدة تخرج عن المعروف هذا لا يجوز. نعم. هذا يسأل عن الأراضي التجارية، عندي وعندي الأرض ولكني لا أملك سبل زكاتها، فهل يجب علي أن أزكيها؟ إذا كنت تنويا للبيع، وهي تجارية تنويا للبيع، فإنها تجب فيها الزكاة كل سنة تحول عليها. إن كان عندي فلوس تخرجها ربع العشر عن قيمتها، وإن لم يكن عندك فتسجل زكاتها في ذمتك على أنها دين لله عز وجل، فإذا تيسر لك المال تخرج الزكاة عن الماضي.
والأرض تقوم بسعرها الحاضر ما تساويه حاضرا على رأس الحول سواء كان قليلا أو كبيرا. نعم. هذا يسأل عن طلب الوظيفة من خلال الدراسة، هل هو عرض من أعراض الدنيا مذمومة فعله؟ هذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كان يأخذ المال والوظيفة ليستعين بها على العبادة وعلى طاعة الله فلا بأس بذلك، وأما إذا كان يخضع العبادة للطمع يتاجر بالعبادة لأجل يحصل على الطمع فهذا لا يجوز، وهذا من الذين يريدون بعملهم الدنيا نسأل الله العافية. توعدهم الله بأشد الوعيد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم بالآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يأخذ المال الذي يبذل له من أجل أن يستعين به على طاعة الله وعلى أداء الواجب فلا بأس، أما من كان يعبد الله يعني أفعل العبادة لأنال بها طمعا من مطامع الدنيا فهذا هو الذي عليه وعيد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. نعم. يسأل عن ضابط الاعتزال الوارد في الحديث حيث أن في حديث الفتن حيث أن المشاهد اعتزل الناس بناء على ما ورد في الحديث، فما ضابط ذلك؟ ويسأل عن فتنة الإعلام التي تزين الباطل وتخلط الحق بالباطل وجزاكم الله خيرا. الاعتزال بالتفصيل، إذا كان اختلاقه في الناس فيه مصلحة عنده علم ودعوة ويريد أن يبين للناس ويناصحهم ويصلح هذا مطلوب، الخلطة خير من الاعتزال. أما إذا كان العكس أنه ما يفيد ولا يستفيد من الاختلاف وإنما يتضرر وليس عنده قوة في أن يناصح في أن يبين في أن يعلم الناس فهذا العزلة خير له من الاختلاف. نعم. أرحب فيكم جزاكم الله خير. أسئلة مواضيع متعددة وكثيرة وتدور حول الفتن وخاصة الخلاف بين العلماء، يسألون عن الخلاف بين العلماء هل هو من الفتن المذمومة وقوع الخلاف وتداور الردود بين أهل العلم وكذا، هل هو من الفتن التي كيف يتعامل المسلم أو موقف المسلم من الخلاف بين أهل العلم؟ الخلاف الذي في المنهجيات هو مذموم لأن المنهج واحد ما يقبل الخلاف، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن كان الخلاف في مسائل الفقه والاستنباط هذا مجال مفتوح، ولكن يؤخذ ما قام عليه الدليل من أقوال المخلفين، تعرض الأقوال على الأدلة الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة يؤخذ به وما خالف فإنه يعتذر لصاحبه لكنه لا يؤخذ به. نعم. Thank you.
معالي الشيخ، هذا يقول: كنت موظفا وما زلت في قطاع خاص، قد اختلست سرقة فلوس مبالغ من المؤسسة، والآن أنا الحمد لله تبت إلى الله ولا أستطيع رجع عمل في وقت نفسي لأني عندي ظروف قاسية سوف أرجعها كما أخذتها، هل تقبل توبتي وجزاك الله خيرا؟ نعم، توبة مقبولة الحمد لله، وأما المال فترجعه على حسب استطاعتك، متى ما استطعت ترجعه يجب عليك ترجعه، وإلا تكتبه دائما لذمتك لئلا تنساه أو يضيع، تكتبه فإذا استطعت رده تبادر برده إلى الجهة التي أخذته منها. إن كانت الجهة جهة حكومية فقد وضعت الدولة رقما للحساب يسمى إبراء الذمة، فتحوله على هذا الرقم إبراء لذمتك، وإن كان لناس خاصين غير الدولة فأنت ترده إليهم بالطريقة التي تسهل عليك. نعم. أسئلة حول التعامل مع الوسائل الإنترنت والتواصل وتبادل البيانات والمقالات والكتابات والرسائل القصيرة واتساب أو تويتر أو فيسبوك أو غيرها من وسائل التواصل التي تجمع المجموعات أو الأفراد فينتقل الكلام بسرعة، وأحيانا تتضمن التواصل للحق بالغير والآيات المشروحة، وأحيانا أدعية وأحيانا أذكار وأحيانا إشاعات مضربة وأحيانا يعني فيها الغث والسلم، فما هو الموقف الذي تربى عليه ربي أبنائنا على التعامل مع هذه الوسائل وزاكم الله خيرا؟ الموقف البعد عنها مهما أمكن، البعد عنها والسلام منها مهما أمكن، لأنها تشوش الأفكار وأيضا تؤثر على أصحاب الغيرة إذا رأوا هذه الأمور التي فيها نقد لأمور الدين أو للعلماء، فتؤثر عليه وتضايقه، فالابتعاد عنها ما أمكن. وأما الدخول فيها فمن كان عنده مقدرة ومعرفة وبصيرة وتمييز للخير من الشر وقصد من الدخول فيها أن يأخذ ما فيها من خير وينشره ويحذر عما فيها من الشر ويرد عليه، فهذا لا بأس به، هذا عمل طيب مع خطورته وصعوبة السلامة منه. على كل حال الاعتزال عنها والابتعاد عنها لا شك أنه أحوط للذمة وأريح للبال والخاطر وأسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. عبارة من ردد البعض يقول أن التوحيد نعرفه وليس فيه شيء جديد، ودائما يبحث يعني يقول النفس تطلع شيء جديد، أما الحديث في التوحيد ومن حول العقيدة فهي شيء معروف لدينا، فما الجواب على مثل هذه الفتنة وهذا القول وجزاك الله خيرا؟ أول شيء اسأله عن التوحيد ما هو، يقول أني أعرف التوحيد، اسأله فإذا أجاب بجواب سديد أقول زادك الله علما، ولكن لا تخجل الناس عن تعلم التوحيد، ما هم كلهم مثلك، وأنت ما يجب عليك التزود من العلم، لا تخجل لا تقتصر على ما عندك من العلم، أما إذا كان جاهلا ولا يعرف التوحيد فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرف؟ اسأله ما هو التوحيد، بين لي ما هو التوحيد وما هي أقسامه وما هي مناقضاته ومنقصاته وما هي حقوقه، كيف يدعي شيئا وهو قد لا يعرف أدنى المسائل فيه؟ إنما هذا تخذيل لتقليل من شأن التوحيد، تخذيل للناس لئلا يتعلموه،
ولا يعلموه. نعم. أحسن الله إليكم. أكثر من 10 أسئلة حول جماعة التبليغ على وجه التحديد، وإن كانت قد دخلت في السؤال عن الأحزاب والجماعات، ولكن بعضهم ينص أنك أسألك قبل أن تقرأ هذا السؤال وكذا، فنأمل من الشيخ. أولا، هي من الفرق الواردة في الحديث على رأي الشيخ، أو أن هذه ستجمل؟ جزاكم الله خير. أما أنك تعرف أنها من الفرق الواردة في الحديث، اعرضها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة من بعده، فإن وافقت فهي حق، وإن خالفت فهي مع الفرق الضالة. هذا هو الميزان تزنها بالكتاب والسنة. وأما أنها من الفرق الضالة وليست من، فهذا يحكمه الكتاب والسنة. من كان يسير على منهج الكتاب والسنة فهو مع الفرقة الناجية، ومن كان مخالفا لأهل الكتاب والسنة فهو مع الفرق الضالة. وسميها ما تشاء من الأسماء. نعم. مقولة إرادة الشعر فوق كل إرادة، ما التوجيه الشرعي حول هذه العبارة؟ جزاكم الله. الإرادة والأمر لله عز وجل، والشعب يتبع ما أمر الله به وأمر به رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مسلم، لأنه مؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ولا مبينا. هذا هو الميزان. فالإرادة لله والأمر لله، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي. ونحن عبيد مأمورون نمتثل لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم.